هناك كفر الإعراض أيها الإخوة، كفر الإعراض يمكن أن نسميه أو ننعته كفر الصد، صد عن سبيل، أعرض، انصرف، ما بدوش يسمع من أصله. أو كفر النائي، يمكن أن نسميه كفر النائي، ينأى. قال تعالى وهم ينهون عنه، عن القرآن الكريم، وينأون عنه، يقول لك لا تسمع، وهو أيضا في ذاته لا يسمع، هو ما سمع، يقول لك ما تسمعش، خليك زيي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، من أصله ما تسمعوش. كيف، لماذا خلق الله لك منافذ الفهم والإدراك والحس، تعطيك الإدراك الحسي والإدراك العقلي، يعني القلب إدراك عقلي، السمع، البصر إدراك إيه؟ حسي. لذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. يقول لك الله الذي ختم، ما ذنبه؟ ليس هكذا، لا لا لا، يجب أن نفهم الآيات بشكل دقيق وعلمي في إطار حتى علم الأعصاب اليوم. طبعا له أسباب كثيرة، في النهاية هي أسباب سيكولوجية. هو يحتاج أيضا بحد ذاته إلى محاضرة واحدة، كفر الإعراض هذا. قد يكون الخوف على المصالح، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، بتضيع مصالحنا، بتضيع حيثياتنا. ولذلك أيها الإخوة، حتى البحث عن الحق، سماع الحق، مجرد أن تسمح لنفسك أن تستمع الحق يقتضي شجاعة. لابد أن تكون شجاعا لكي تستمع الحق. أحيانا الإنسان أجبن من أن يسمح لنفسه أن يستمع الحق، أن يقرأ الحق، أن يرى الحق، لا، يعرف أنه ربما أقنعه الحق هذا، وهذا يرتب عليه تبعات هو لا الآن على الأقل غير مستعد أن يدفعها. من الأسباب السيكولوجية له النفسية الاستكبار، مش شايف أنه هذا محمد بيستاهل أنا أسمع له. مين هو هذا محمد؟ هذا يتيم أبي طالب، وأنا فلان الفلاني، أنا في يعني من علية القوم، وعندي أموال، وعندي جواري، وعندي خدم وحشم وعبيد، أنا أسمع لمحمد؟ ولذلك إيه؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا بيجري، ما بداش يسمع، كأن لم يسمع، كأن في أذنيه إيه؟ هذا هو، لا يريد، لأنه مستكبر متعالي. طبعا من أسبابه أيها الإخوة الانشغال. لماذا؟ لأن المسألة الملية، المسألة الدينية الروحية أيها الإخوة، ليست ضمن أولوياته. أولوياته الأكل والشرب والجنس والحيوان والبهيمية في الحياة، كل هذا أولوياته، والسلطة والقوة والبطش وتجميع المال، لكن الدين لا، الدين والله والآخر والفضائل مش من أولوياتي، ما عندوش وقت. هذا من ضمن أسباب كفر الإعراض، ما عندوش وقت لك،